ثلاث سنوات وموظفون في الدولة بلا رواتب، كيف استقبل هؤلاء رمضان هذا العام؟ وأين ذهبت وعود الشرعية والمبعوث الأممي بصرف الرواتب لجميع الموظفين؟ أهلا بكم. القطاع العام من أبرز القطاعات المتأثرة بأوضاع البلاد والحرب فيها، فمنذ انقلاب ميليشيا الحوثية على السلطة وسيطرتها على موارد ومؤسسات الدولة تأثرت حياة موظفي الدولة، انقطعت رواتبهم وتفاقمت معاناتهم وتركوا وحيدين يواجهون معاناتهم، فلا الميليشيا الانقلابية التزمت بصرف مرتباتهم ولا الشرعية المسؤولة عن كل اليمنيين تحملت هذه المسؤولية. ثلاث سنوات مرت على موظفي الدولة ولم تصرف لهم سوى الوعود المتتالية من حكومة الشرعية، وعود لم ترى النور حتى اليوم في ظل انهيار اقتصادي، ارتفاع حاد لأسعار المواد الغذائية، وتبخر لأموال المساعدات الإنسانية والإغاثية. رمضان الثالث يدخل على اليمنيين وهم دون رواتب. نحو ثلاث سنوات لا أحد يعرف كيف يعيش اليمنيون في ظل انقطاع رواتب الموظفين وتجاهل الجميع. رمضان الدنيا غلاء، الدنيا وين الروح؟ وين الروح؟ الله يضيع مضيعنا، الله يشتت بنا بحق شهر الكريم، الله يضيع مضيعنا. تزداد الأوضاع المعيشية سوءا وتصبح رحلة الحصول على الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة وقسوة. وصل الحال حد احتياج أكثر من 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية تبقيهم على قيد الحياة بحسب تصريح منظمة الأمم المتحدة. حكاية الرواتب المنقطعة تغريبة كارثية ساهم في صنعها جميع الأطراف، بداية بميليشيا الحوثي وليس انتهاء بالحكومة الشرعية. عقب الانقلاب استمر صرف رواتب الموظفين لعدة أشهر، إلا أن استنزاف الميليشيا للاحتياطي النقدي للبلد جعل من مسألة صرف المرتبات أمراً صعباً، وعندما أقدمت الحكومة على نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن أواخر العام 2016 وامتناع الميليشيا عن توريد إيرادات المحافظات للبنك، توقف صرف المرتبات وبقي الطرفان يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية. حكومة بن دغر ثم حكومة معين عبد الملك لم تتوقف عن تكرار إعلان التوجيهات بصرف رواتب جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون في مناطق سيطرة الانقلابيين، لكن هذه التوجيهات لم ترى طريقها إلى النور منذ سنوات، وربما يعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم سيطرة الحكومة فعلياً على مواردها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. ميليشيا الحوثي أيضاً تمتنع عن صرف رواتب الموظفين الواقعين في مناطق سيطرتها، رغم أنها تسيطر على إيرادات الدولة من ضرائب وجمارك وإيرادات نفطية، فضلاً عن إيرادات الحرب الضخمة التي أشارت لها التقارير. وسط تجاهل الميليشيا والحكومة والمنظمات الأممية والمؤسسات المالية الدولية، يبقى الموظف اليمني ضحية هؤلاء جميعاً. وحيث أنه لا مؤشرات عن اقتراب انتهاء الحرب، فإن الوضع الإنساني متجه نحو تفاقم المجاعة، المجاعة الأسوأ حالاً في العالم. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن تنضم إلينا هنا في الاستوديو الإعلامية السيدة نبيلة سعيد. أرحب بك سيدة نبيلة، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. إذن ثلاث سنوات من انقطاع رواتب، الجميع يبدو أنه يتجاهل هذا الأمر وكأنه موضوع ثانوي، كيف تفسرين الوضع خاصة تجاهل الحكومة الشرعية للالتزام بوعودها؟ أولاً رمضان ثالث على اليمن من أقصاه إلى أقصاه، واليمن يمر بأسوأ تجربة صعبة إنسانياً وصعبة أخلاقياً بالنسبة لوفاء العهود من قبل الشرعية، أو أقلها تقديراً من قبل يعني الأطراف جميعاً الذين يشاهدون الوضع الإنساني في اليمن. عاماً ثلاث أعوام متتالية على يعني ماذا يقال أن يحصر اليمنيين في زاوية هي أقرب إلى النهاية، يعني أقرب إلى محاربة الإنسان في اليمن أن يعيش سليماً، أن يعيش معافى، أن يعيش باستقرار، أن يعيش بأمان،
أو أن تبذل خطوات حقيقية لانفراج الوضع. يعني يبدو أن المشاهد من خارج أو المشاهد حتى من داخل يشعر أنه الانفراج، لحظة الانفراج قد تكون غائبة، قد تكون غير مخطط لها، قد تكون غير موجودة في الخارطة اليمنية. هناك تحدي حقيقي لاستقرار الإنسان اليمني، تحدي حقيقي لبقاء الوضع على ما هو عليه في اليمن ربما سنوات قادمة أكثر. يعني هذا الوضع الضبابي تتحمل مسؤوليته، طبعا هي مسؤولية أخلاقية، قيمية، دينية، وطنية، إنسانية، بكل ما يمكن أن تسميه من مسؤولية. هي هذه المسؤولية التي مفترض أن يتحمل عبئها ويتحمل وزرها كل المشاركين في بقاء الوضع على ما هو عليه، بداية من ثلاث رؤوس أساسية، بدءا بميليشيا الحوثي التي هي انقلبت على مشروع الدولة، ثم الحكومة الشرعية التي يعني يصر اليمنيين على الاعتراف بها إلى هذه اللحظة، ثالثا مسؤولية التحالف الحقيقة. يعني هناك يعني خطوات رصينة لابد أن تؤخذ في مصير هذا البلد، وما زالت قيادة التحالف يعني تغض الطرف بشكل واضح وبشكل يعني يكاد يكون معلن عن مصير هذا البلد. يعني طيب في هذا السياق، هل هناك يعني برأيك أو بالأصح بالتأكيد هناك أثار، لكن ما هي هذه الأثار التي يعني ستترتب على الانقطاع الطويل لاستلام الموظفين لرواتبهم؟ نحن نتحدث الآن ربما عن 3 سنوات أو أكثر وهم لم يستلموا الرواتب منذ تقريبا انتقال البنك المركزي، وربما من قبل أيضا لبعض الفئات. هناك أمرين أساسيين، هناك تعلق بآمال أن هناك انفراج للرواتب، ما زال اليمنيين يعيشون على هذا الأمل الذي لم يحدث فيه تحرك ولا أقل من 1%، برغم أن هذا الوعد موجود من اللحظات الأولى، وهناك مزايدات وهناك مقايضات على وجود الموظفين أو عدم وجود، برغم أن كل الموظفين الكادر الحكومي ما زالوا يداومون على وبعضهم على مسافات بعيدة حرصا على أن يظل اسمه موجود في هذه المدرسة أو يظل اسمه متواجد حتى لا يحذف. حتى هذه التهديدات تحدث، يعني أنت تداوم غصبا عنك وأيضا من دون راتب. يعني هذه التداعيات كلها ربما تسبب في على الذين يعيشون في مربع الرواتب فقط، يعني لأن هناك فعليا ناس يعتمدون فقط على الراتب، ومعنى فقط معناه لا يوجد مصدر دخل آخر إلا هذا الراتب، معناه أنك تعرض مثل هذه الشريحة لأن يعني لمشروع موت حقيقة، يعني أنك تستنفذ كل الصمود وكل الأغراض التي يعني يقومون بها لمحاولة العيش أو محاولة الاستقرار. أنا أتصور مثلا أسرة أقل يعني متوسط عدد الأفراد فيها مثلا 7 إلى 9 أفراد، كيف سيعول هؤلاء وهم يعتمدون مثلا على راتب، برغم أنه هذا الراتب لا يقارن يعني ولا يمكن يفي بأهم الاحتياجات الأساسية في البيت، يعني فضلا عن أساسا تعقيد وجود الخدمات الأساسية. أساسا هذه الخدمات مش موجودة، وبالتالي هذا الراتب الذي ممكن يدخل الأشياء اليسيرة على البيت أيضا مش موجود، معناها أن أنت الآن تعرض هذه الأسرة للموت. يعني أنت تعرضها إذا كان يعني في هذه الأسرة أمراض هم سينتهوا بكل الأحوال، يعني أنا أنك تشاهد مأساة إنسانية مصغرة في كل بيت أهله يعتمدون على الراتب. ماذا عن هذا الوضع في يعني في ظل عادة في شهر رمضان ربما هناك خصوصية ما طبعاً لهذا الشهر في هذا السياق، كيف تكون يعني كيف يكون عادة الوضع لليمنيين في شهر رمضان؟ طبعاً أنا أتوقع أنه يكون الوضع أكثر وبالاً، لكن أنا يعني نحن نتأمل دائماً أنه وضع رمضان أصلاً في اليمن خاصة بلد محافظ وبلد يعيش على نوع من التكافل الاجتماعي ونوع من الأواصر الاجتماعية العالية جداً، أعتقد أن هناك دور سيقام، لكن هذا الدور هو بسيط، يعني ممكن يكون هذا الدور في غضون 4 إلى 5 أسابيع هي فترة رمضان، لكن ماذا بعد رمضان؟ يعني أنت تتحدث عن فترة ممكن سيشعر فيها بعض الأسر بالألم، بالعجز، بالاحتياج، يعني قد تلبى بعض احتياجات بعض الأسر في قبيل هذا التكافل الاجتماعي، لكن هناك أسر فعلياً لا تستطيع أن تبوح بمكنون احتياجاتها لأنها تعيش هكذا، تعيش على عزة من النفس وتعيش على كفاف وتعيش على من ذات نفسها تقوم باحتياجات نفسها. يعني كأننا نشاهد أننا نصارع البقاء حقيقة، يعني خاصة في هذا الشهر.
يعني هي في سياقات كان هناك نوع من الحديث أو ما يعرف أنه اتفاق أو ما شابه بين المؤسسات المالية الدولية التي كانت ترعى نوعا من الاتفاق ما بين الحكومة الشرعية والانقلابيين يقضي باستمرار صرف الرواتب. هذا الأمر كان مستمرا إلى حد ما لكنه توقف، برأيك لماذا لم يستمر؟ هذا التوقف وهذا الاستمرار وهذه الاتفاقيات هي كلها على سبيل يعني على سبيل المزايدة على هذا الوضع المصيري اللي تعيشه اليمن. يعني أنت فجأة تقول أن هناك فعلا انفراج حقيقي سيكون بعد 3-4 أسابيع وفعليا لا يتم شيء. هناك فعلا يعني مناداه من حوالي أكثر من 2.5 سنين إلى الآن بصرف الرواتب وصرف التعويض الذي مضى من الرواتب أيضا، ولكن لم يحدث على أرض الميدان شيء من هذا القبيل. يعني أنت تتحدث في هامش، يعني هامش من الفراغ، لا يوجد فيه أي بند من بنود الإجراءات العملية الحقيقية التي فعليا تشعر أن هذا الإنسان فعلا سيستلم راتب مثلا بعد زمن محدد وبدأت فيه إجراءات حقيقية. هناك خارطة يعني هو كبيرة جدا ما بين ما يقال وما سينفذ، ما يملى على الورق أو على الاتفاقات وما هو في أرض على الأرض. أيوة على الأرض يعني حقيقة. يعني طيب برأيك الآن كان هناك تصريحات للحكومة الشرعية بشكل متتالي على الأقل منذ سنتين بأنها توجه بصرف رواتب لموظفي الدولة، دائما ما يعني نسمع بأخبار أن هناك توجيهات بصرف رواتب، أيضا هناك تصريحات لمسؤولين في الحكومة من ضمنهم الناطق باسم الحكومة راجح بادي يقول أن رئيس الحكومة قد وجه بصرف رواتب جميع الموظفين، يعني في كثير من الأحيان يؤكدون على التزامهم بمسؤوليتهم تجاه كل اليمنيين وكل موظفي القطاع العام في الدولة، لكن بالنتيجة في نهاية المطاف لم يصرف شيء. هل هناك عوائق حقيقية بتقديرك أم أن هي مسألة تصريحات فقط لإرضاء أو تهدئة الناس في لحظتها؟ لنكون منطقيين، يعني مثلا يعني ما هي الإجراءات العملية أو الحقيقية التي تلت كل تلك التعابير وكل تلك الاتفاقات والإعلانات والمعاهدات أن هناك حل قادم ما وراء، يعني ما وراء كل حراك في موضوع الرواتب؟ لم يشاهد الإنسان اليمني الذي يقتات على هذا الراتب أي حراك حقيقي فعلي في اتجاه أنه هذا الإنسان يستلم أو هذا الموظف يستلم راتبه بشكل سلس وبشكل إجرائي وبشكل يعني بشكل جاد ومسؤول. يعني هناك فعليا غياب عن مسؤولية حكومية شرعية عن هذا المواطن الذي يتقاضى راتب. يعني أن هناك يعني خرجت من دائرة الاهتمام ودائرة المسؤولية هذه المسألة وهي في قمة الأهمية بالنسبة للمواطن الذي يعتمد على هذا الراتب. نحن نتحدث عن مواطن الآن ينتظر صرف راتبه، هذا المواطن هو يدافع على خير الشرعية. أنت الآن بين يعني بين شيئين، يعني أيوة يعني بين شيئين صعب جدا. يعني أنت تطلب من المواطن هذا يعترف بالشرعية ويحافظ على هذا الخط وعلى هذا ما بقي من الدولة. أيوة ما بقي من الدولة بالفعل، وفي نفس الوقت أنت لا تعطيه أمل حقيقي في إجراء فعلي حقيقي ميداني، ليس فقط كلام يعني وليس فقط مواثيق ولا حتى يعني تواقيع على أوراق. يعني أنت لا حتى لا تعطيه أي مبادرة حقيقية لأن تحل إشكاليته في استلام راتبه وفي إعالة أسرته بشكل يحفظ في كرامته وكرامة أسرته. طيب بتقديرك سيدة نبيلة، هل هناك إمكانات لدى الحكومة على إعطاء الموظفين لرواتبهم أم أنهم يلتزمون وهم لا يملكون هذه القدرة؟ من خلال الموازنة، إعلان الموازنة، من خلال الموارد التي تصل إليهم، من خلال في تصوري البسيط يعني أنا أعتقد أن هذه الدولة قادرة أنها تخرج الإنسان اليمني مما هو فيه، ليس فقط على مستوى الرواتب ولكن على كل مستويات الانهيار الإنساني الموجود داخل اليمن. هذه الدولة قادرة لكنها بما أنها تدعي العجز أو أنها يعني سنقول هكذا مقيدة من قبل أطراف أخرى ولتكون واحدة منهم القيادة التحالف. يعني هناك فعلا قيد موصوم على الشرعية لا يسمح لها من قيادة التحالف بالتحرك في إطار تحرير وإعطاء الإنسان اليمني الكرامة الإنسانية التي يستحقها والتي يناضل من أجلها. طيب دعينا نتحدث عن هذه النقطة أكثر، لكن قبل ذلك نرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف، مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين سيد فؤاد بربود الذي ينضم لنا عبر الهاتف من سيئون. أهلا بك سيد بربود.
حياكم الله. إذن رمضان كريم وشهر مبارك عليكم. كيف حل شهر رمضان على برأيك على المعلمين وكذلك الموظفين بشكل عام المنقطعين، يعني التي انقطعت رواتبهم منذ فترة طويلة قد تصل إلى 3 سنوات وربما أكثر؟ الشهر رمضان صلى الله عليه وسلم يعني احنا مع الصيام الاسلامي، لكن الوضع المأساوي الذي يعيشه المعلمون في الجمهوريه الاسلاميه بشكل عام، وضع اشتغلهم اكثر من 3 سنوات وراتب الموظفين كان ممتاز، كان شركه مهمه. سيد بارابود، هناك مشكلة في وصول الصوت، يبدو أن هناك خلل في التواصل، سنحاول إعادة التواصل معك بكل تأكيد الآن، الأخوة في الكنترول سيحاولون ذلك. بعودة إليك سيدة نبيل، نتحدث عن أن هناك من يكبل الحكومة الشرعية ويقيد قدرتها على التحرك، لكن في مقابل يعني في المقابل هناك دوما تصريحات تصل أن التحالف يقوم بدوره، هناك بالمقابل تصريحات من التحالف أن اليمن يعني قدم التحالف مساعدة تصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة. هل من المعقل أنه إلى الآن لم تحل هذه المشكلة؟ برأيك أين الخلل يكمن؟ إذا تحدثنا عن المساعدات الإنسانية، لو تسمى إنسانية مثلا، التي قامت بها قيادة التحالف، هي لا تكاد تساوي رقميا، لا يستطيع أن أحصيها حقيقة، لكن هي لا تساوي مقدار الـ يعني مثلا نقول العمليات العسكرية التي تتم على الميدان في اليمن. مقدار المساعدات لا يوازي ولا أقل من، يعني مرة قلتها في أحد التصريحات، 1%. هناك يعني توجه إلى اعتاب شديد، لكن فعليا هذا هو الحاصل. يعني أنت تتحدث عن عمليات عسكرية تقوم فيها في الميدان، يحصل فيها هدر إنساني، سواء على مستوى خسران على البنية التحتية وخسران على مستوى البشر يعني، ولكن لا تقدم مساعدات المفترض تغطي أكثر من 3 أضعاف فيما يتم من خلال هذه العمليات العسكرية. البلد بلد حرب والميدان مفتوح للحرب، لكن لا توجد هناك مساعدات إنسانية موازية، بحيث أن أنت لا تتحدث عن احتياج إنساني. لماذا كل في كل مرحلة يزيد عدد الاحتياج الإنساني؟ الأصل مع أن قيادة التحالف تتبنى اليمن يعني مثلا لتحريرها من هذه الحكومة، من عصابة الميليشيات التي تحدث مشروع الدولة، الأصل أن يكون هناك خيارات مختلفة. هناك فعلا يعني إجهاض لمشروع الحوثي، وفي المقابل تماما بناء إنسانية الإنسان اليمني، وليس يعني ما يحدث في اليمن هو عبارة عن كأننا نعيش وضع إنساني في غابة، يعني في غابة فعلية، يعني لا يوجد فيها حتى أبسط معايير الاحترام لإنسانية الإنسان. يعني إحنا كنا عن أرقام بدأت من 1.5 مليون، والآن نتحدث عن 14 مليون شخص يمني هم بحاجة ماسة بين قوسين إلى الغذاء. يعني أنت تتحدث الآن كأنه لم يحدث أي تحرك لعلاج إنساني أو لعلاج الانهيار الإنساني من قبل قيادة التحالف خلال الفترة هذه. خلال الفترة أيوة، بل بالعكس هو يزيد مع الوقت. يعني هناك عمليات عسكرية لا تهدأ، وهناك انهيار إنساني لا يجد أي نوع من أنواع العلاج أو الإيقاف من هذا الانهيار. هذا تحدي حقيقي، لا يعني تشعر معه أن هناك فعلا قيد يطوق عنق يعني الشرعية، الحكومة الشرعية. وبالتالي يشعر الشارع اليمني أن يفقد مع الوقت الثقة، يعني لا هو يستطيع أن يحافظ على أقل معايير البقاء على هذه الشرعية، لأنه أنت لا تستفيد منها أصلا يعني. وهناك فعليا إيمان حقيقي بدأ عند الشارع اليمني من بعد السنتين الأولتين من عمليات العسكرية قادة التحالف، أن هناك فعلا إرادة من قيادة التحالف ويغذيها المجتمع الدولي ببقاء اليمن مربع أو ساحة حرب مفتوحة لا يوجد فيها أي تحرك للحل. هذا هو الذي يعني أراه، وهذا الأمر مؤسف بكل تأكيد إن كان حادثا أو سيحدث. يعود إلينا السيد فؤاد بارابود، مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين. أرحب بك مرة أخرى سيد فؤاد، أرجو أن يكون صوت لديك واضحا. الصوت بالنسبة لك واضح؟
الصوت بالنسبة لي واضح، لكن بالنسبة لكم ما أدري الواضح الآن. الآن هو بشكل أفضل بشكل واضح. إذن كنت سألتك حول كيف حل شهر رمضان على برأيك على المعلمين على الموظفين، خاصة أولئك الذين انقطعت عنهم الرواتب ربما لأكثر من 3 أعوام. بالفعل شريحة المعلمين هي من أهم شرائح المجتمع، والتي ينبغي للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والتحالف أيضا النظر إلى هذه الشريحة، لأنها من أهم شرائح المجتمع ومن الشرائح التي تضررت بصورة مباشرة من ميليشيات عصابات الحوثي منذ أن انقلبت على مؤسسات الدولة منذ 2015. فأهم شرائح المجتمع والتي يعني الجيل والنشأ والأجيال تتربى على أيديها هي من تعاني في هذه المرحلة من انقطاع المرتبات. ومن قبل انقطاع المرتبات كانوا المعلمون أيضا يطالبون بحقوقهم المهضومة من فترة من الزمن في ظل الحكم السابق، لكن أتت العصابات وأتت ميليشيات الحوثي والانقلاب على مؤسسات الدولة فزاد الطين ظلة بالنسبة لهذه الفئة وهذه الشريحة المهمة في المجتمع. فحقيقة المعلم يعاني الكثير والكثير من المعاناة، منهم من شرد من بيته، فلدينا آلاف المعلمين من شردوا من بيوتهم من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثي، من صنعاء، من عمران، من حجة، من مخويت، من ريمة. لدينا آلاف المشردين من المعلمين ومتواجدين في الوقت الحالي لدى المحافظات المحررة، متواجدين يعني استطيع ان اقول في مأرج، في الجوف، في عدن، في سيئون، في حضرموت، في المكلا، متواجدين في كل هذه المحافظات بصوره كبيره جدا. ولدينا تواصل حقيقه مع الحكومه الشرعيه بشان اعاده صرف مرتبات هؤلاء النازحين باعتبار انهم مشردين من التربويين، ولدينا لجان مشكله تربويه من نقابه المعلمين تتابع الحكومه الشرعيه منذ 3 سنوات لمتابعه اعاده صرف مرتباتهم من الحكومه الشرعيه في عدن. لكن للاسف الشديد صرف الفتات، لا نستطيع ان نقول لم يصرف شيء، لكن صرف الفتات. فمن ريمة لا يتجاوز 150 معلم نازح الذين تم صرف مرتباتهم، أيضا من حجة، من بعض مديريات محافظة الحديدة، في القلة القليل والنذر البسيط من أمانة العاصمة من تم صرف مرتباتهم كنازحين. أما المعلمون بشكل عام يعني آلاف بل مئات الآلاف من هم في تحت سيطرة الحوثيين فيعانون الويل ومطالبين أيضا بالدوام تحت سيطرة تلك الميليشيات وتلك المدارس. ولا ندري حقيقة كأن العصابات الحوثي تسعى لتجهيل المجتمع هذا لإيقاف التعليم في المدارس الحكومية في صنعاء وغيرها من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثي، حتى يتسلل لهم الأمر من الاستفادة من هؤلاء الطلاب في الدفع بهم والدفع بهؤلاء الأطفال لجبهاتهم في القتال. فكأنهم يسعون إلى ذلك ويسعون لتجهيل الشعب، فهذا هذا هذا تجهيل متعمد، وهذا أيضا متعمد لرفض جبهات من خلال الطلاب ومن خلال عرقلة التعليم في تلك المدارس بقطع مرتبات هؤلاء الناس. لا هم الذين قاموا بحكومة أمر واقع بصرف حقوق الناس ويستطيعوا الدوام في مدارسهم، فالمعلم والمعلمة والتربوي والتربوية تعاني الكثير من المآسي في تلك المحافظات. ناهيك أيضا عن المشردين، الحكومة الشرعية لم تقم بواجباتها على 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 أكمل وجه، فلازمنا نتابع آلاف المعلمين الذين هجروا والذين فجرت بيوتهم والذين لوحقوا، فهم ممن انضموا للشرعية ومن انضموا للشرعية حتى يساهموا في استعادة مؤسسات الدولة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد بارابود. أعود إليك سيدة نبيلة، ما هو تعليقك على هذا الوضع، خاصة أنه كما أشار سيد بارابود أن يعني قطاع التعليم في نهاية المطاف هو الأهم في سياق إعادة إعمار البلد في المستقبل؟ حقيقة فعلا يعني كأنه هذه الميليشيات مشاريع، أنا أسميها طبعا مشاريع الموت، كأنها يعني هي عدت 75% من مرحلة يعني الهجمة المسلحة أو استخدام السلاح، الآن في استخدام لحرب حقيقية لقيم المجتمع وأيضا للتعليم. هي تعرف أن بوابة النفاذ من الوضع اللي حادث في اليمن هو من باب التعليم، وبالتالي هذه حرب
حرب حقيقية في هذا الميدان. أنا أتذكر في نهاية 2018 في النصف الأخير كان هناك إضرابات بدأت من كثير من المعلمين، وبدأ حراك فعليا، بدأ هناك قلق، يعني أي حراك يعني لا يكون فيه مجموعة بسيطة ويبدأ فيه يتحرك فيه المجتمع يثير فعلا مخاوف الميليشيات، وبالتالي بدأ نوع من التجاوب. حتى صرفت يعني تقريبا راتب يعني شهرين متتاليين. يعني أعتقد أنه إذا هناك خطوات حقيقية من الشارع بشكل جماعي وبشكل ويكون فيه تكاتف حقيقي يعني ما بين المعلمين، وتحدي لأمرين أساسيين، أول حاجة استحقاق يعني لهذا الراتب، وأيضا بقاء التعليم، لأنه هذا هو المعول عليه في بناء يعني النسيج المجتمعي، بناء اليمن حقيقة، يعني هذا هو ما يخشى بالضبط. أيوة، أنت حتخرجه بشيئين أساسيين، هذا التعليم يقع على أهم هذه المراحل، ومن ثم الحفاظ على المعلم كأحد ثلاث أدوات مهمة لبناء التعليم في المجتمع اليمني. طيب في هذا السياق أسألك سيد بربود، يعني ما هو دوركم، يعني ما هي الخطوات التي قمتم بها كنقابة فيما يتعلق برفع المعاناة عن زملائكم في سياق التحرك يعني للخروج من هذا الوضع؟ نقابة المعلمين قدمت الكثير من الترشيات، فلدينا نقباء محافظات من تم استهداف بيوتهم وتفجيرها، وأضرب على سبيل المثال الأستاذ عنتر البيفاني الذي أصيب في بطنه، صلى الله عز وجل أن يشفيه، وتم تفجير بيته في عمران. فهذا أحد النماذج التي كان نقيباً للمعلمين في محافظة عمران. كذلك لدينا نقيب المعلمين بأمانة العاصمة، فرع نقابتنا بأمانة العاصمة الأستاذ سعد المزيلي. هذا الأستاذ الفاضل لا زال مهجر ولا زال تحت التعذيب ولا زال في سجون الحوثي في صنعاء. لدينا الكثير من نقباء المحافظات في مأرب والجوف من قدموا أرواحهم شهداء فداء لهذا الوطن. فلدينا الكثير من التربويين من لا زالوا في سجون الحوثي، ونسعى منهم الاستاذ هلال عكروت، وهو كان مسؤول الثقافي بفرع نقابتنا بامانه العاصمه، وكان مدير منطقه تعليميه مديريه الثوره بامانه العاصمه، لا زال تحت التعذيب ولا زال منذ ثلاث سنوات او اكثر وهو يعاني الامرين في سجون الحوثي. فالنقابه قدمت الكثير من الترشيات حقيقه، ولا زلنا في هذا الصدد نحمل العبء والمعاناة عن إخواننا عن طريق السعي عبر المنظمات الإغاثية، وإن كان لدينا بعض نقاط النظام حول أعمالها، لكن نحاول أن نجد الشيء البسيط للتخفيف عن بعض معاناة هؤلاء الناس وعن بعض معاناة أسر إخواننا وزملائنا التربويين، الأسر التي انقطعت بهم السبل. فلدينا مجموعة من المندوبين لا زالوا بيتابعوا بصدد متابعة انتزاع مرتبات النازحين والمهجرين والمعسرين والمعتقلين في والمختطفين إن صح التعبير، وليس معتقلين، لأن هذه ميليشيات وليس الدولة حتى تعتقل الناس، فهي ميليشيات اختطفت هؤلاء الناس من بيوتهم وهم يزاولوا أعمالهم بصورة طبيعية. فعندنا بعض المندوبين وبعض اللجان التربوية في عدن تتابع في انتزاع مرتبات هؤلاء الناس لدى الحكومة الشرعية بعدن. فهناك مجموعة من اللجان مشكلة على مستوى كل محافظة، استطعنا أن ننتزع الأمر البسيط جدا، فقد صرف في محافظة المحويت بعض النازحين أعداد لا تتجاوز 150 أو 200، أيضا بعض مديريات في محافظة الحديدة، بعض مديريات محافظة حجة، بعض النازحين من أمانة العاصمة، لكن لا زال الآلاف يعانون من انتظار. وهي مسؤولية كبيرة بكل تأكيد على الجهات المعنية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فؤاد بربود، مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين، كنت معنا بالهاتف من سيئون. بعودة إليك سيدة نبيلة سعيد، فيما يتعلق بدور المنظمات المعنية بالتعليم في سياق تأمين بدائل لهؤلاء يعني للمعلمين بالتحديد، الآن كان هناك حديث عن منحة سعودية إماراتية وزعتها اليونيسف للمعلمين قبل أشهر، لكن يبدو أن هناك استغلال من قبل الميليشيا لها، يعني استثنت المناوئين لها من الكشوفات.
هل هناك ايضا صعوب، يعني اذا كانت هناك منح هذه المنح قد لا تصل ايضا في نهايه المطاف؟ يعني حسب المعلومات التي حصلت عليها، يعني هذه المنح اولا توزع بنفس الطريقه اللي نتحدث عنها، يحصل فيها نوع من التمييز، وايضا يعني المنح يخصص منها الى تصل الى المواطن او الى المعلم بمقدار زهيد جدا لا يكاد يفي احتياجاته الاساسيه. يعني انت تسال اذا كل يعني اذا كل مثلا مدرس حياخذ $100 مثلا، هي لا تصل احيانا في اغلب الاحوال الى $40 او الى يعني بهذا الحدود، يعني الى المدرس او معنى انت الان حتى هذه المنح التي تاتي، ومعناها بين قوسين يعني هي كانها فقط حل، يعني حل غير سليم ولا غير صحيح. برغم انه احنا نحتاج حقيقه الى انه المناطق التي مستقره الى حد ما، مثلا نتحدث عن مأرب، نتحدث عن بعض المحافظات، مثلا نتحدث عن عدن، مفترض انه تكون هناك نمذجه حقيقيه لاستقرار المواطن واستقرار المعلمين في هذه المناطق، حتى يحدث فعليا حراك في المناطق التي يعني تواجه حصار حقيقي وتواجه تحدي حقيقي في مساله الرواتب. يعني انا لما اتحدث عن مأرب وهي مستقره مثلا ويحدث فيها استلام الرواتب بشكل طبيعي، هي بهذه الصوره حيحدث حراك في صنعاء، يعني مطالبة بمصير يعني مشترك، يرتفع مستوى المطالب بالضبط. أيوة بالضبط. أيوة برغم أن إحنا يعني نتحدث الآن عن مفترض أن يكون في مساندة من المنظمات هذه التي تعطي بعض المنح الصغيرة، لابد أن يكون هناك ملف حقوقي قانوني يرفع عن حقوق يعني المطالب التي يطالب بها المعلمين، والأوضاع الإنسانية التي قد تؤدي في حال تباطؤ البت في خياراتها مطالب هؤلاء الشريحة من المجتمع اليمني. طيب دعينا نشك معنا في هذا الحوار في هذه النقطة السيد أحمد الصهيبي الناشط المجتمعي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بك سيد الصهيبي، بداية حدثنا كيف هو الوضع بالنسبة لموظفي الدولة فيما يتعلق باستلام الرواتب، هناك في مناطق لم يستلموا منذ 3 أعوام، كيف هو الوضع في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياة الله وحياة ضيوفك الكرام. في البداية محافظة تعز وموظفين محافظة تعز لا يختلفون كثيرا عن الموظفين في المحافظة، سواء في المحافظة إما في المحافظات المحررة أو في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية. في البداية كان هناك شيء لافت للانتباه، هو في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها أمام مجلس النواب في سيئون، والذي تكلم فيها أن مجلس الوزراء أعد ميزانية لاستيعاب كافة المحافظات اليمنية في اليمن الكبير بشكل عام، وليس فقط في المناطق المحررة، كون هؤلاء الناس أيضا هم من مسؤولية الحكومة الشرعية وعليها أن توفر رواتبهم وعليها أن توفر لهم المشاريع أيضا. نحن الآن مضى علينا ما يقارب أقل من نصف عام للعام 2019. ما الذي قدمته الحكومة؟ أولا نقول ما الذي قدمته الحكومة لهؤلاء المواطنين؟ في محافظة تعز بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبود بن دغر والتي قال فيها أن موظفي محافظة تعز سيتم معاملتهم كما يتم معاملة المناطق المحررة في صرف رواتبهم وصرف الرواتب السابقة أيضا، وحتى على أساس أيضا انتظام رواتبهم، لكن نجد الكثير من المعاناة التي تلقى المواطنين في عدم انتظام صرف هذه المرتبات. أحيانا يظل المواطنين ينتظرون رواتبهم إما شهر أو شهرين أو 3 حتى يصل إليهم راتب واحد، لكن لدينا هناك كثير من التساؤلات. اولا تم تعيين مدير محافظ جديد للبنك المركزي، ما الذي من الاجراءات التي قام بها البنك المركزي لرفع محافظه تعز وتقديم السيوله الكافيه ليتم صرف رواتب موظفي محافظه تعز، سواء في المناطق الخاضعه لسيطره الحكومه الشرعيه او في المناطق الخاضعه لسيطره مثلا جماعه الحوثي، هذا في محافظه تم اعتمادها كمحافظه محرره. ايضا نقول مثلا هل تشكو الدوله، هل لدى الدوله عجز ايضا في السيطره على الموارد الايراديه سواء في في السواحل او في الايرادات النفطيه، هل الحكومه تسيطر على هذه الموارد الايراديه وترفع ميزانيتها او انها لا تسيطر على مثل هذه الموارد حتى لا تستطيع السيطره عليها او لا تحصل على
موارد ايراديه جديده. ايضا الخاضع لسيطره مثلا جماعه الحوثي هناك الذين نحن الان في العام الرابع على هذه الحرب. هل هؤلاء المواطنون على ذمه الحكومه الشرعيه التي تقول بانها هي المسؤوله والجهه الشرعيه الوحيده التي تمثل اليمن؟ هؤلاء المواطنون هم يتبعوا هذه الحكومه الشرعيه بالتاكيد، لكن هل الحكومه ايضا تعلن التزامها بان هؤلاء المواطنين يظلون تحت مسؤوليتها؟ لماذا لا تقترض رواتبهم؟ الكثير من هؤلاء المواطنين لديهم اسر ولديهم ابناء ولديهم احتياجات ايضا، من هو المسؤول المباشر عنهم حتى يتحمل مسؤوليتهم هذه؟ طيب امام هذا الوضع سيد الصهيبي، امام هذا الوضع كله ما الذي قام به، يعني اذا ما تحدثنا بشكل عام، كيف واجه الموظفون الذين انقطعت رواتبهم خاصة أمام أيضا ارتفاع الأسعار وتزايد يعني الاحتياجات في مثل هكذا أوقات، يعني إذا ما تحدثنا عن شهر رمضان مثلا، ما هي الخيارات التي قام بها المواطنون والتي يمكن أن يقوم بها المواطنون الآن أمام كل ذلك؟ سأقول لك بالنسبة للمواطنين قبل أن يكون في أيديهم الشيء الكبير الذي يمكن لهم أن يخفف من معاناته، لكن كان هناك جهود جيدة اللي قامت بها المنظمات العاملة في المجال الإنساني في تقديمها للمساعدات الإنسانية لهذه الأسر، سواء المساعدات الغذائية أو مساعدات الإيواء أو مساعدات المساعدات النقدية التي تخفف عنهم جزء من مشقة العيش. كان هناك نشاط ملحوظ مثلا في الأسابيع التي سبقت شهر رمضان في تقديم هذه المساعدات، لكن هذه المساعدات لن تظل لفتره طويله، يعني مثلا قد تكفي احتياجاتهم في شهر رمضان او ما بعد شهر رمضان، لكن هذه المنظمات لن تظل او الجهات العامله في المجال الانساني لن تظل تصرف هذه المساعدات لنفس هؤلاء الاشخاص في كل شهر. اما المواطنين العاديين لا شيء في ايديهم. خاصة أن القطاع الحكومي لا يكفي احتياجات المواطنين، فنقول أنه هناك القطاع الخاص، لكن في المقابل نرى بأن المواطنين فقدوا أعمالهم سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، انخفضت نسبة الأعمال الخاصة وانخفضت المشاريع الخاصة خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة أو في المناطق مثلا التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، هناك يتعرضون لمضايقات كثيرة مثلا من قبل جماعة الحوثي، وأيضا في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية في بعض المحافظات يجدون مضايقات كبيرة، إما مضايقات على أساس المضايقات الطائفية أو غير ذلك، بالتالي لا يوجد أمام المواطنين شيء يمكن أن يقومون به. أشكرك. هو شبيه برمضان السابق، رمضان الذي سبقه أيضا منذ بداية الحرب. أشكرك سيد أحمد الصهيبي الناشط المجتمعي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. قبل العودة إليك سيدة نبيلة سعيد، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء الصحفي يحيى الأحمدي. أهلا بك سيد الأحمدي. حياك الله أخي الكريم. أنا قد لا كنت في صنعاء طبعا بالطبع، لكن ما أدري واسمح لي قبل أن أحدثك عن وضع المعيشة للناس. أنا أحدثك عن الحالة اليمنيون طبعا مع بداية شهر الكريم، تشكل هذه النقطة لديهم للتزود من الطاعات والعبادات وكل هذه الأعمال تلقيهم كثير من احتياجاتهم الخاصة، لكن الواقع أن اليمنيين يعيشون حالة من بعد سنوات ثلاث أو أربع إلى خمس سنوات من الحرب، لا شك أنها قضت على كثير من احتياجات الناس. اليوم الناس يحاولون أن يحصلون على القوت الضروري فقط، لا يتحدثون عن مكان لرمضان من امتيازات ومكان لرمضان من اعتبارات، سواء كان في المجال الاقتصادي أو المجال المالي أو ما إلى ذلك، لكن تختلف طبعا. اليوم مثلا في مأرب الناس وإن كانوا مثلا عندهم نوع من وجود المساعدات والمنظمات التي ربما تعمل في هذا المجال، لكن هؤلاء هم يغذون أسر في المناطق غير المحررة، ولذلك الحالة هنا ربما قد يكون هناك نوع من الاستقرار النفسي مع الشهر الكريم وبركة الشهر الكريم، لكن الاستقرار المالي والاستقرار المعيشي يختلف كثيرا جدا. الناس يعانون من أوضاع سيئة ومن أوضاع ربما لا تختلف كثيرا كما ذكر الأخ صهيب عن الأعوام الماضية،
فقط يوجد القناعة عند اليمني هؤلاء، هذا الشعب اليمني العظيم. اسمح لي أن ينوه إلى هذه النقطة التي ربما جلا كثير من الناس، الشعب اليمني العظيم هذا يموت ولا يمد يده، يموت ولا يسأل، يموت ولا يصرخ. هذا يعني هذا يعني سيد الأحمدي أن هناك مسؤولية مضاعفة على الحكومة الشرعية، على أيضا من هم يقولون أنهم شركاء لهذه الحكومة الشرعية في المعركة الآن أمام الانقلابيين. برأيك لماذا لا تتحرك في هذا السياق؟ كثيرا ما سمعنا أن هناك وعود، تصريحات، توجيهات فيما يتعلق بصرف الرواتب يعني من قطعت عليهم من موظفين الدولة. ما هو يعني لماذا لا يحدث أي تحرك في هذا السياق؟ نعم، سؤال وجيه هذا أخي الكريم، أنا أحييك على هذا السؤال، وهو سؤال موجه اليوم لكل من يستمع. يعني هذا الشعب الذي يمر 5 سنوات ولا يعني يلتفت إليه أحد، يعني صحيح هناك الدعم ربما يحدث لكن ليس بالمستوى المطلوب. يعني الشعب اليمني العزيز والعفيف والكريم هو اليوم يتقاسم. أنا لا أحدثك وأنا أرى بعيني في أكثر من عند أذان المغرب الناس يخرجون إلى الشوارع بما لديهم من الإمكانيات البسيطة، يقدمون الغذاء لبعضهم البعض، ربما محاولة لإثبات أن الذات والقيمة اليمنية هذه التي لم تنتهي حتى في أيام الحرب، لكن للأسف الشديد كثير من الناس لم يستلموا مرتباتهم، طائع الميليشيات طردتهم وضيقت عليهم وحرمتهم رواتبهم. لكن أيضا الحكومة الشرعية مطالبة اليوم بأن توفر رواتب للناجحين، لا أقول ربما الموظفون في المناطق المحررة ربما يستلمون مرتباتهم بين الحين والآخر، لكن أعداد الآلاف لو قلت بل الملايين الذين نزحوا من مناطق إلى مناطق أخرى، هؤلاء يعانون من انقطاع الرواتب ومن شحة الإمكانيات ومن غلاء المعيشة ومن ارتفاع الدولار ومن التضييق عليهم حتى في الإيجارات في وسائل النقل. كل هذه المعاكي ربما هي لم تظهر للصف كما قلت لك، لان هذا الشعب الكريم والعزيز والعفيف لا يطلب ولا يجحت، ربما اسر تموت من الجوع ولا تسال الناس. وهذه نقطه مهمه جدا، اتمنى على من يستمع ومن له علاقه بهذا الموضوع ان يلتفت الى هذا الجانب. لا شكرا لك. ان 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 نوفر وقود الحرب ولا نوفر وقود الغذاء والدواء وما الى ذلك من احتياجات المواطنين. الصحفي يحيى الأحمدي كنت معنا عبر الهاتف المعرف، شكرا جزيلا لك. بعودة إليك سيدة نبيلة سعيد والمعذرة على إطالة طبيعة الحال، أمام كل هذا الوضع الصعب، أمام هذا الانقطاع للرواتب والصمت أو يعني قلة الحيلة إن أحسننا الظن بالحكومة الشرعية، ما الذي يمكن القيام فيه مجتمعيا؟ كيف يمكن أن يتدبر المواطنون أنفسهم؟ طبعا يمكن أشار الأخ اللي كان يتحدث من تعز أن هناك جهد للمنظمات الدولية اللي عاملة في الحقل الإنساني بأنها تصرف في فترة رمضان خصيصا، يعني كثير من المنظمات الإغاثية والإنسانية هي يعني توزع مساعدات إنسانية، لكن مع زيادة أعداد المتضررين هي في الأخير ستجد نفسها أمام خيارات صعبة حقيقة يعني. وبالتالي لابد من استمرار الحراك للمطالبة بحقوق الموظفين ورواتبهم، هذه استمرار المطالبة هي يطرق بشكل مستمر ولابد له من إجابة. يعني استمرار المطالبة هو الحل الذي لابد أن لا يتوقف، يجب أن لا يكون هناك يأس في سياق أيوة المطالبة بحقوق الناس، خاصة أن هناك كانت نتيجة فعلية ولمسها كثير من الناس في النصف الأخير من 2018. أيضا إعادة النظر في الإجراءات العملية من قبل قيادات التحالف والحكومة الشرعية، هناك واجب إنساني وأخلاقي وقيمي ووطني تجاه هذا الوطن وأبناء هذا الوطن، خاصة الذين ما زالون يناضلون من أجل الحكومة الشرعية ومن أجل الرئيس الشرعي ومن أجل بقاء الدولة، وهؤلاء فعلا على قائمة أولويات الإجراءات العملية المفترض أن تتم في جانبهم. أيضا هناك جهود من المنظمات الدولية، هذه الجهود لابد أن تشتغل بشقين، شق حقوقي وشق إغاثي وإنساني. الشق الحقوقي هو الذي ينادي بأن هذا البلد إذا لم يتسارع في إخراجه من هذه الدوامة الكبيرة جدا التي تأخذه إلى منحدر الانهيار الكامل، سيكون هناك فعلا فاجعة إنسانية في صلب الجزيرة العربية.
سيتحمل مسؤوليتها الضمير الإنساني سواء كان فردي أو جماعي أو أممي أو على مستوى حتى المجتمع الدولي. هناك مهمة إنسانية لا بد أن نتبناها إنسانيا بشكل شخصي وحكوميا لهذه الدولة التي ما زال هؤلاء الرعاية، إذا سميناهم رعاية إلى هذه اللحظة مع أن إحنا نتحفظ على هذه الكلمة التي لم يتم معالجتها، لكن هناك فعلا واجب تتحمله بدرجة أساسية الدولة الحكومة الشرعية بالضبط، يعني لأن هؤلاء هم أبنائها، هؤلاء هم موظفين في هذه الدولة وهم ما زالوا يناضلون في هذه الدولة حتى وإن كانوا معتقلين مخفيين قسرا مطاردين مشردين أحوالهم الإنسانية صعبة جدا، ما زالوا يسمون أنفسهم أنهم ضمن هذه الدولة وضمن خيارات هذه الدولة. نحن لا يعني وإن مفترض أن تكون المسؤولية الأساسية هي لمن انقلب على النظام على مشروع الدولة من قيادة من ميليشيات الحوثي، لكن نحن نتحدث عن جزئية من المسؤولية وليس نتحدث عن المسؤولية عن أيوة بالضبط. أشكرك إذا الإعلامية أستاذة نبيلة سعيد، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، وعسى أن يتغير إن شاء الله حال الموظفين في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.